خلال زياراتها البرلمانية في مدريد، شاركت السيدة مريم رجوي جلسة مشتركة للجان العلاقات الخارجية والمساواة والتعاون الدولي في مجلس الشيوخ الإسباني، حيث ألقت كلمة. وفي مستهل كلمتها، عبرت السيدة رجوي عن شكرها على دعم أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني لمقاومة الشعب الإيراني، قائلة: إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ومن أجل بقائها تعول على القمع المطلق، ومن جانب آخر على تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وبرنامجها النووي يخدم هذا الهدف، ولا يمكن إصلاح هذا النظام ولا يتخلى عن هذه السياسات، لأن إحداث أي إصلاح في النظام يؤدي إلى سقوطه. إن النظام الملالي في مأزق السقوط، ومن أهم العوامل هو النقمة الشعبية، حيث أظهرت الانتفاضات في عامي 2009 و2010 استعداد المجتمع الإيراني لإحداث التغيير بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتصاعد القمع. وأضافت السيدة رجوي: إن رد نظام الملالي الحاكم في إيران على هذه الأوضاع المتفاقمة في المجتمع يعكس في تصعيد القمع وموجة الإعدامات المتزايدة بهدف الترهيب، حيث هناك 100 حالة إعدام في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي فقط، كما أن هناك العديد بانتظار الإعدام، وحسب إحصائية النظام يتم اعتقال أكثر من 700,000 شخص كل سنة. كما يرى نظام الملالي ضمان بقائه في البرنامج النووي وسياسة التدخل في شؤون المنطقة، ولذلك يشارك النظام حكومة بشار الأسد في قمع وقتل المواطنين في سوريا للحيلولة دون سقوط حليفه. كما أن النظام وبتدخلاته السافرة في العراق يستغل حكومة موالية له في هذا البلد ضد أعضاء المقاومة الإيرانية في أشرف وليبرتي للقضاء على أعضاء المقاومة الإيرانية وهم المعارضون الرئيسيون لهذا النظام، مستخدمة في ذلك أبشع الأساليب ضدهم. فمن الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه تجاه حمايتهم، وعلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة إعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين لضمان الحماية الدولية لمجاهد خلق الساكنين في ليبرتي. وانتقدت السيدة رجوي اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي تجاه السياسات المدمرة التي تنتهجها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، قائلة: إن انتهاج سياسة الاسترضاء قد شجع هذا النظام في التطرف والإرهاب والقمع فقط، الأمر الذي سوف يقود الوضع إلى حرب لا محالة. إن الحل الحقيقي يكمن في إسقاط الملالي على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، ونتمنى أن تمارس إسبانيا دورها الريادي في هذا المجال. وفي هذه الجلسة طرح أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني أسئلتهم، وأشادوا بصمود حركة المقاومة الإيرانية أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وكشف عن مخططات ومشاريع النظام ضد السلام في المنطقة والعالم. كما أشاد أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني بمواقف وبرامج المقاومة الإيرانية لإقامة الديمقراطية في إيران، وبنائها على أساس حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز الجنسي والديني والإثني. كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف قاطعة تجاه انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الإيراني من قبل دكتاتورية الملالي وضمان حقوق مجاهدي خلق في أشرف وليبرتي بموجب الاتفاقيات الدولية، وضرورة متابعة هذا الموضوع من قبل البرلمان ومجلس الشيوخ الإسبانيين. وفي ختام الجلسة ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني، خاطب السيناتور كيكيو السيدة مريم رجوي قائلا: نرحب بكم في مجلس الشيوخ وبيت الشعب وبيت الحرية، ولا شك في أنكم تحظون بتضامن جميع أعضاء المجلس. إني أود أن أقدم لكم هدية، وهي عبارة عن قلم خاص لمجلس الشيوخ الإسباني، وأؤكد بأنكم سوف تكتبون به أوراق كثيرة حول الحرية.
يمينا.